وهذا حليب محمص يعني؟ حليب محمص. أوكي. لأنه أي نوع حلا ما بيدخل على الفرن ما بنقدر نحط السميد والحليب بدون تحميص. هذا ما رح يدخل فرن يستوي، فبده يضل الطعم النية فيه. فلازم نحمص الحليب الباودر، كوب من الحليب الباودر على في مقلاة منفصل. وهون كمان خليني أشيل الرز عشان ما يلخبطه. وهون عندي كوب من إيش؟ السميد. من السميد. سؤال ناعم أو؟ يعيني عليك، منيح سألتيني. أنا السميد اللي مستخدمته وسط. وسط. يا وسط يا ناعم. الخشن لا طبعا ما بزبط. أوكي، ناعم بزبط يعني لو. أكيد. يعني أنا وسط أكيد. مش عارفة ممكن يلتقى. موجود. نلاقي وسط. كل شيء موجود. بس أوكي. مش الفرخة برضو الناعم كتير اللي زي الطحين. هاي ناعم. شايفين ناعم. فأنا حمصت السميد وحمصت الحليب الباودر. كوب من الحليب الباودر صار عندي بهذا القوام. أوكي. هلا أنا هون عندي كوبين من البسكوت، أي نوع بسكوت أنتوا حابينه. أنا صراحة طحنت البسكوت المربعات التركي. تقدري تبع القمح، تقدري أي نوع، مش فارقة. المهم بعد الطحن تعيري كوبين، يعني التعيير بصير بعد ما تطحني. اطحني البسكوت وبعدين عيري كوبين. أوكي. بعد هيك رح أنزل عليهم الحليب البودرة. يا سلام. يتحمص معانا. ورح ننزل عليهم السميد اللي تحمص معنا. تمام، خليهم هيك، هلا بشيلهم بعد شوي. وهلا رح انزل عليهم قشطه ونص معلب من الحليب المكثف المحلى. اوكي. بدي اعجنهم مع بعض ليصير عندنا قوام شبيه بالعجين. كله بصير متماسك وسهل ان نشكله على شكل، شايفه كيف القاعده؟ وطعم زاكي. هاي هي القاعده روان، تخيلي بدون خبز ولا فرن ولا اي شيء. بتحطيها بعدين بتحطي عليها، انا لازم هذا يكون بحراره الغرفه عشان هيك عم بسخنه شوي عشان يكون انسيابي ونقدر نحطه بسهوله. بنحطه فوقها وعلى الثلاجه. شوفي عجين تصير معاكي عجين. اذا مشيتوا على المقادير المذكوره رح تحصلوا على هاي النتيجه. تمام، شكلها زاكي. رح امدها بالقالب. طبعا القالب انا مبطنته بورق الزبده عشان ما يغلبني لما بفكه ولما بدي اطلع الحلى منه. تمام، هاي بدي اطلعها بس احتياط احسن ايش تعملنا فيلم بالطوق. امورها تمام. اوكي، فاذا هلا شايفين كيف بمد حتى للزوايا. لازم نحاول قدر الامكان يكون كله سطح مستوي متساوي. هلا بسم الله الرحمن الرحيم، طلع بس منديره بهاي الطريقه. شوفي اسهل من هيك. تمام، ممتاز. هلا يا رورو بس بدنا نمسك معلقه. دير بالك دير بالك، عادي فاضيه. بدنا نمسك معلقه عشان اضمن نسهمدي. انه بدي اوصل على الزوايا واسحبها بطريقه مرتبه وتسهمدي. وايش اسهمدها؟ شايفين ما احلاها؟ طلع شوفي احلى من هيك واسهل من هيك، اي حد بيقدر يعملها صح؟ ولا شيء. هلا في خطوه، طبعا هي هيك بتتقدم. اذا بدنا نعطيها نقطه لون زياده ممكن شوكليت شيب ابيض لانه بيطلع كثير حلو لما بنكسر اللون فيه، يعني طعم وشكل بعض بالضبط. وبنكسر لون.